تحية حبيبي، أنا بشتغل كتير. الله يخليك، أنا عم تحكي مثل الفنانين بوجه لك تحية. أنت حالي مخرج. بوجه لك تحية. مناسب السعيدة بحب لك بوجه لك تحية. فصدقا انا مثلا ما شفت ولا مره رفيق علي احمد انه هو مونودراما على المسرح، لانه رفيق لما بيوقف على خشبه المسرح بيخلق حواليه اطياف لكل الشخوص اللي بيحكي عنها من خلال الشخص الواحد اللي بيسموا المسرح المونودراما. بدي اقول للي بيسمونها انه المونودراما هي الفن المسرحي، مسرحيه الشخص الواحد اللي بيقوم بجميع ادوار. هلا بيطلع ممثل اخر بيطلع بالمونودراما بيبين انه هذا مونودراما لحاله على المسرح عم بيحكي شيء باتجاه معين. رفيق لما بيطلع بمسرحية مثلا مثل الجرس او غيرها بتطلع حواليه اطياف، بتحس حواليه ممثلين كتير، 2 3 10. انا ما حسيت